الأولاد. لا بجيب هذا الشيء ما بيشجع ابدا. لازم الاهل يتعلموا ولازم يعرفوا كيف يسرقوا اللحظات الحميمه سرقه، ويلاقوا الوقت ضمن العجقه والخفقه حتى يدخلوا شويه حميميه على حياتهم. مش ضروري يصير في ممارسه للجنس الكامل مع ادخال، مش ضروري يوصلوا للنشوه. ايام عبوطه صغيره بتغني عن كل الباقي. اما ممارسه جنسيه كمان سريعه، يعني اللي بنسميها الكويكي، كمان بتعرفي في كثير ناس ما بيقدروا قوة ومعنى البوسة. في دراسات فرجت انه اقل من 50% من المزوجين بيتبادلوا القبل يوميا. يعني رح ننصح المزوجين مش بس يعبطوا بعض بس يبوسوا بعض. وبعصر الميلز والاس ام اس والتواصل الاجتماعي بيقدروا الزوجين يودوا لبعضهم رسائل وتلميحات ممكن توعيلهم شوي. هذه طريقة جديدة واكيد في كثير ناس بيستعملوها هالايام. لازم يستعملوها، لازم يتذكروها. ممكن الازواج كمان يخبروا لبعض احلامهم الجنسية. بتقول الاحصاءات انه عندنا 40% من الاشخاص بيحلموا حلم جنسي واحد بالاسبوع، فليش ما يتشاركوا هالاحلام؟ يعني اكيد اذا كان الحلم شوي له دخل بمثلا شيء نجم سينمائي يمكن يصير في غيرة او مشاكل. ليه لا؟ سسبنس اكثر، بزيد الحماس. وانا عندي كمان لبيب فكره ثانيه فيها توفر مي مش كهرباء. فيهم يتحمموا سوا مثلا، ام حتى على البحر يحطوا لبعضهم الزيت ام الكريمات على جسدهم. يعني كل هول الامور صغيره لها مفعول كبير. خلينا نرجع للفكره الاساسيه. اكيد كثير اشياء بتتغير خلال لما واحد يصير عنده اولاد، بس دائما بتقدروا تسرقوا وما تعطوا من وقتكم على القليل نص دقيقه لدقيقه، تعبتوا الشريك، تشاركوا معه شيء حلو صار معكم خلال النهار، تخططوا يمكن لسهرة رومانسية بتحسن حياتكم الجنسية 100%. وإذا نقصكم أفكار شوفوا معنا هالريبورتاج. الولادة هي بداية لحياتك كأم، لكن مش نهاية لحياتكم كزوجين وحبيبين. خدوا بنصايحنا وصدقونا، واللي رح نقوله ما بيتطلب منك لا مجهود ولا وقت. اولا امسكي ايد زوجك وقت تحسي برغبة لهالشي كتعبير عن استمرارية الحب. ثانيا فيك تتركي له وتفاجئيه برسالة حب على المراية او على البراد. ثالثا ايها الزوج، وردة حمراء على المخدة لها معنى كتير مهم بالنسبة لزوجتك. رابعا فيك تنقي لها لنجري بيعجبها وبيعجبك. خامسا اتصلي فيه على شغله وخبريه شو محضرتي له بيوم العطلة. سادسا ما تنسى تبدأ اعجابك من وقت لوقت بلوك زوجتك او تيابها. سابعا خدوا اجازة من العمل واستغلوا وجود الاولاد بالمدرسة مثل ما بدكن. ثامنا الزوج بحب تلمسيه على رقبته هو وسايق، انت بتحبه؟ تاسعا حطي راسك بحضنه هو عم يحضر تلفزيون. عاشرا كل واحد منكم يحط العطر اللي بيحبه الشريك، وخي شو حلوة ومعطرة الحياة الزوجية. بعد ما فتحنا ذهن الأزواج على كل هالأفكار اللي بتجدد الحب، نفتح صفحة جديدة بحلقتنا. كلكم أكيد سامعين بالتكستينج. حدا سامع بالسكستينج؟ هاي صندين بالحقيقة كلمة جديدة، يمكن بال2005 كانت أول مرة نسمع فيها بالمجلات وبالميديا. هلا مثل ما تنتبهوا هي سكستينج مكونة من جزئين، سكس يعني الجنس، وتكستينج يعني إرسال الرسائل عبر الاس ام اس القصيرة. هلا سكستينج أكيد بتعني إرسال الرسائل الجنسية القصيرة، بتكون عادة واضحة من خلال الموبايل الإنترنت لعشيق محتمل أما لحدا معجب. هلا يمكن كل الناس يفكروا انه هيدي لعبة لأولاد صغار، بالحقيقة مش بس المراهقين اللي هن بيعملوا هالشغل، حتى الناس الناضجين، الناس اللي فوق العمر 35 معنيين بهالموضوع. فاليوم التواصل صار كثير هين، من الفيسبوك للإنترنت للإيميل، صار واحد يقدر يتصل بالثاني بطريقة يعني مثل شرب المي. فهون بالحقيقة هون الخطورة، خطورة الموضوع، لأنه مين ما كان في يلقط مين مكان وبيقدر يعني يدخل على حياته الشخصية. خلينا نشوف سوا بهالروبورتاج شو بيكتبوا الشبيبة لبعضهم. بدراسة نشرت مؤخرا تبين انه نسبة اللي نشروا رسائل فيها اشارات جنسية هي 39% من مجمل المراهقين، وعدد الذكور بيناتهم اعلى بنسبة ضئيلة من عدد الاناث. خلينا نشوف نموذج من الدردشات اللي بتبدا طبيعية وبتتحول لإباحية. وش
شوفوا يا أهل وتعرفوا على بعض الكلمات المختصرة. 8 يعني الجنس الفموي. 9 الأهل عم يشوفونا. 99 الأهل ما عم بيشوفونا. 143 بحبك. 182 بكرهك. ASL العمر، الجنس العنوان، بنانا العضو الذكري، IWSN بدي مارس الجنس هلا، كيتي المهبل. ولازم تعرفوا انه اللي شفتوه هو عينة، فخلوا عينكن على كمبيوتر ولادكن وتجسسوا على رسائل الموبايل. هلا صاروا الامهات لازم يتابعوا موبايلات الازواج والاولاد، واذا السكستينج له بعض الوجوه السلبية فكمان له ايجابيات، مثل ما سبق وقلنا رح يساعد على تطوير وتحسين الحياة الزوجية اذا عرفوا الزوجين الاستفادة من الموضوع. مثلا يجرب الزوج يتواصل مع زوجته ويلاقي افكار مبتكرة، بقدر ما بيلعب السكستينج دور مساعد فهو ممكن كمان يؤدي لخيانات. اذا استسهل الزوج او الزوجة ارسال هالنوع من الرسائل لشخص جديد، ونحن رح نعطي المشاهدين ارشادات مهمة بتعزز العلاقات والحب ودايما عن طريق السكسينج. إذا بدك تعطي لعلاقتك نكهة مختلفة وحابب تعبر عن مشاعرك بطريقة ملتهبة، فمن خلال السكسينج فيك تعمل كل شيء، ونحن رح نساعدك حتى تعبر أفضل تعبير. توقع المش متوقع، مثلا إذا كان الشريك باجتماع عمل ودي له رسالة من كلمتين، أعطيني بوسة. اختصر بالكلام، مثلا كلمة اشتقت لك بتغني عن أطروحة، الصورة بتغني عن جريدة، عبالك تكون معه بأحد الفنادق بيكفي صورة الأوتيل ورقم الغرفة. كون حقيقي وأهين تتغزل بالشريك على الموبايل من الغزل وجها لوجه. بس لازم تنتبه، أولا انتبه على أي رقم عم تبعت المساج وما تتسرع بكبسة الياس. ثانيا ما تبعت رسائل لشخص ما بتعرفه. ثالثا احتفظ باللي بعته لنفسك ومش ضروري الكل يقرا مشاعرك. وهلا خد الموبايل وتصرح. وضح للمشاهدين انه التكستينج مش بس حدا يرسل اشياء مكتوبه، انما حتى كمان في واحد يقدر هلا هالايام على السيلفون بيقدر يبعث صور، صور ممكن تكون لناس عريين، ناس بوضعيات اباحيه، وحتى الاشخاص هن بحد ذاته ممكن يبعثوا صورتهم الشخصيه بطريقه بوضع يعني بيخدش الحياه مرات. فهون كثير ضروري واحد ينتبه ويكون يعني، لانه هاي الصوره يمكن تصير على الانترنت بلا ما حدا يعرف، خاصه انه كمان حتى الاولاد عندهم اكسس اما بيقدروا يفتحوا الانترنت ساعه اللي كان. وهون الاهل لازم يفسروا لاولادهم مخاطر ارسال صور غير اخلاقيه اللي ممكن توصل للتحرش الجنسي، وما يسلموا الاولاد موبايلات بعمر صغير لانه الموبايل صار انترنت وراديو وتليفون وكاميرا وبعد شوي غساله، يعني 10 بواحد وما له حدود. سوري اوكي لا ماشي مش تاكسينج. حلو حلو كثير دكتوره ساندرين متعلقه بتليفونها كثير، وهلا منكم بده يبعث تاكسينج مستعجل مثل الدكتوره ساندرين خليه يودي رسالته، واللي ما عنده خليه يسمع النصايح، خلي الرجال متزوجين يسمعونا منيح. للرجال فقط، حتى تكون صحتكم الجنسية أفضل التزموا بهالإرشادات. اسأل شريكتك شو بدها وشو بتحب. إذا كنت بتعرف شو بدها شريكتك فهالشي بيعني أنه علاقتك الجنسية رح تكون مثيرة ومتفجرة. ما تتسمع شو بينقال بالغرف المقفلة، في كتير بيفكروا أنه حياتهم الجنسية ناقصة شي، وغيرهم من الرجال عم يمارسوا الجنس بوتيرة أعلى وفعالية أكبر. ما تقارن حياتك الجنسية مع اللي بتشوفه بالأفلام الإباحية، ركز على الأحاسيس الممتعة. التوتر والقلق المسبق على الأداء هن العدو الأكبر للجنس، فكل ما حجمتن كل ما صرت تتمتع أكثر وشريكتك بتتمتع بعلاقة جنسية صحيحة ومثيرة. ما تخلي حجم العضو عقدك، لأنه في أشياء أهم بالممارسة الجنسية وهي المداعبة وتبادل القبل. اعمل جدول للمواعيد الجنسية مع شريكتك، وهيدا بيخلي الجنس أمتع وخالي من التوتر. لازم تعرف يحكي عن أمور صحية كتار بيتجنبوا يحكوا عنها لأنه حواليها معتقدات خاطئة. لازم تعرف بيحكي بموضوعية كاملة، بيحذر من مخاطر أي علاج وأي جراحة، ويضوي أيضا على الإيجابيات. اليوم رح نحكي عن الميزوثيرابي مع الدكتورة ياسمين عبد الباقي.
اول شيء دكتوره ياسمين اهلا وسهلا فيك على اللي لازم تعرف مثل ما عرفت الموضوع عن الميزوثيرابي يمكن في كثير ناس سامعين بالكلمه بس اول شيء شو يعني ميزوثيرابي وبعدين عندنا مجموعه اسئله لنعرف شوي اكثر عنها اكيد الميزوثيرابي هي حقن مواد معينه واكيد هلا بنحكي عن مواد في مواد كثيره بتنحقن بقلب الجلد اكيد باستعمال ابر والاسباب كمان كثير يعني اجمالا هي لعلاج موضوع معين بيكون بالجلد خلينا نحكي شوي عن التكنيك يعني قلت ابر بس وين بينحطوا وشو بينحطوا وكيف بتشتغل اكزاكتلي الابر كمان بيجوا بطول معين حسب واحد وين بده يوصل هيدي المواد يعني بده توصل بالجلد سطحي او بده يغمق مثلا توصل لمحل ما في طبقه دهنيه التكنيكس في واحد يستعمل سيرانج والايد يعني يكبس وينحقن على مناطق كبيره وفي شيء اسمه ميزوغان يعني يلي هو مثل فرد الفرد بيحدد يعني واحد بيقدر يحدد الغمق يلي بتفوت فيه الابره بلس كمان بيقدر يحدد الكميه اللي بتنحقن بكل مثل ما بينعمل يعني. تقريبا التاتو اما الوجه تقريبا نفس الفكره مزبوط مزبوط بس شو المواد اللي بتستعملوها؟ هلا المواد يعني بدي اقول كثير كثير المواد والمؤسف ما في كثير علم بيساعد على فهم هذه المواد كيف تشتغل يمكن علميا اكثر الدراسات يلي منشوره وهي منا كثيره بس يمكن اكثر الدراسات اللي نشرت بحقل الميزوثيرابي هي بعلاج الدهن الزائد اكيد الميزوثيرابي ما بتغني عن شفط الدهون او الليبوسكشن ولكن تستعمل لمعالجة دهن أو كميات من الدهن صغيرة يعني الدهن يلي بيجي تحت العين يعني بدل المريض ما يعمل شيء اسمه بلافروبلاستي أو عملية لتصغير الجيوب مثلا بيقدر يعمل ميزوثيرابي بس دكتور عم تحكي عنا بحذر في عندها مخاطر؟ اكيد لانه اول شيء في مواد كثير عم تستعمل يعني المواد تمشي من الفيتامينز لانواع ملوحات لا مواد يلي بتنعطى بالفم بعض الاحيان وبالميزوثيرابي تستعمل انه بتنحقن بالجلد في مواد يمكن لما واحد يشربها ما بتعمل مشاكل مثل ما اذا واحد حقنها تحت الجلد يعني يمكن هذه المواد منا محضره تنحقن تحت الجلد هلا بالنسبه للحذر اكيد لانه مثل ما قلت يعني هيدا حقل يلي عم يستعمل بس ما في كثير شغل على مثلا هل هيدي المواد تنحقن هل بتساعد مثلا اول شيء يعني عم تحطي بجسمك مواد بس ما بتعرفي اذا عم تنتفع منها نمرة اثنين كمان ما عم نعرف هل هيدي المواد مثلا معقول تأثر على الجلد وفي مواد كمان بتأثر على داخل يعني تعمل اشتراكات بس مش جلدية يعني مثل مثلا أوجاع بطن استفراغ دقات قلب سريعة وأكيد إذا اختصاصي غير طبيب عم بيعمل هيدا النوع من العمل يمكن ما يقدر يقدر الاشتراكات او ما يقدر يقدر الاهميه او ما يعرف مثلا امتين لازم يمكن المريض يتحول لمعالجه هيدي المشاكل شو فينا نقول للمشاهدين انه ايمتى الواحد لازم يلجا للميزوثيرابي وين وشو لازم يتاكد من قبل ما يلجا للعلاج بالنسبه للميزوثيرابي اكيد انا بنصح انه واحد يلجا لعند دكتور للاسباب اللي قلناها في حال صار في اشتراكات جانبيه اتليست الدكتور بيعرف شو بده يعمل وبيعرف اذا المشكله خطره بالنسبه للتجميل الوجه يعني انا حكيمه امراض جلديه ما في علميا مثبت انه حقن الفيتامينز او المواد الثانيه اللي موجوده بتساعد بتحسين نضارة الجلد حتى كمان الميزوثيرابي عم تستعمل لتحسين كفافة الشعر اللي بالناس اللي عندهم خفية بس ما في دراسات يعني يمكن واحد بيقرأ عن خبرة طبيب يلي يمكن اشتغل على 20 مريض 30 مريض بس هيدا منه كافي بأنه واحد يعمم ويقول للحكمة أنه هاي المواد بتشتغل لأنه فعلا فعلا علميا ما في معلومات كافية يعني لازم ننبه انه بعد ما في دراسات طويله لازم ينتبه قبل ما يروح ويخضع لهال منه واضح دكتور علاء ثانك يو سو ماتش لوجودك معنا